وهنعمل شعريه بالسكر واللبن. شعريه بالسكر، عندي هنا شعريه، رشه قرفه او فانيليا حسب ذوقكم، سكر بودره ولبن للتقديم، سكر عادي وميه لعمايل الشعريه نفسها، ومكعب زبده او معلقه زيت، بس طبعا يعني زبده سمنه تديها طعم احلى. هنا بسم الله الرحمن الرحيم، مكعب الزبده اهو، رشه قرفه يعني لا تسكر، والشعريه، وانا بحب اديها برضو تلميعه زيت كده مع الزبده، يعني الزبده للطعم والزيت للتلميعه. ونقلب لحد ما ناخد لون ذهبي. اتفضلوا. انا خلصتها. هو انتوا لسه ما نزلتوش المقادير؟ الشعريه خلصت خلاص. يلا اتفضلوا. شعريه، زبده، زيت معلقه ومعلقه، وده كي يعني كيس شعريه نص كيلو، ورشه قرفه من على طرف المعلقه كده، وممكن تبقى فانيليا، بس لو فانيليا هنحطها في الاخر مش هنحطها في الاول مع التشويح. ونقلب نقلب 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 لحد ما ناخد لون ذهبي فاتح. هننزل عليها ميه سخنه وسكر. خلوا بالكم انها بتاخد سكر كتير، يعني بتشرب سكر كتير، فاول دوقه هتدوقوها للميه دي مش هي المعيار خالص، لانها بترجع بعد كده السكر يقل في طعمها جامد. ممكن نحط الغطاء على الميه بتاعت المكرونه علشان نساعده يغلي اسرع، طالما المكرونه لسه مش جوه مش هيفور، ما تخافوش، واحنا كمان يعني طبعا مش مالينها قوي. ادي الشعريه بدات تلون اهي. الشعريه بقى من الحاجات الغلسه اللي فيها انكم لازم تفضلوا تقلبوا فيها هي ولسان العصفور، والا هتلاقوا كل شعريه لون، مع ان انا ما بفرقش معايا طبعا حتى لو طلع كلها وكل واحده لون، بس طعمها بيبقى حلو قوي. خلوا بالكم برضو ان الشعريه اللي بالسكر او باللبن، الشعريه الحلوه يعني، ما بتحبش تستوي قوي، يعني لازم يبقى فيها زي المكرونه كده فيها عضه، ما تبقاش طريه قوي كده ومهريه، ما بتبقاش طعمها حلو. اوكي اوكي كان في مشروب تايه بره كده بيدور على حد يدخله. يخصني. معلش معلش يعني، ما احنا اصل فاهم انت. عشان بس الصوت ايه يبقى واضح يعني، عشان ما يصحش كده فاش حاجه يعني، نحتسي القهوة واحنا من الجندي المجهول بتاعنا. والله امال ايه، انت دريان بحاجة. يلا ما علينا. بص بدأ ياخد لون ازاي يا استاذ عز اهو. الشعرية ما بتتسواش باللبن، تسوى بالمية والسكر. بعد كده بقى وانتوا بتقدموها عايزين تدوها شوية لبن، شوية قرفة، مكسرات، سكر بودرة، شوية من الكريمة، زي ما انتوا عايزين، بس التسوية بالمية والسكر. واسمعوا مني عشان انا متخصصة شعرية. بسم الله الرحمن الرحيم، بعملها كل يوم بالليل انا وسفيان ابني، مدمنين شعرية بالسكر، فلازم تلاقونا بالليل كده بالذات لما الجو بيبقى ساقع شوية، رحنا عاملين شويه كده ونقعد ايه نتدفى بيهم انا وهو. ادي الميه وادي السكر، وبتاخد سكر كتير والله. انا انتوا عارفين مش من عشاق السكر خالص، بس هي بتشرب سكر جامد قوي. ادي السكر وادي الميه السخنه وادي الشعريه، ومفيش اسرع من كده. بدات الشعريه تطرى وبدات تشرب الميه بتاعتها، ما نستعجلش، هتشرب المية دي كلها وبعدين تتقدم. زي ما قلنا هنقدمها مع لوحدها كده خالص من غير اي اضافات، ماشي الحال. عايزين تحطوا لها شوية سكر بودرة، اوكي. رشة مكسرات، ماشي الحال. عايزين تحطوا لها شوية لبن او شوية كريمة، برضو مفيش اي مشكلة. الشعرية يا جماعة رائعة،
اللبن او المكسرات او السكر البودره اختياري يعني زياده، لكن الاساس احنا خلاص عملناه. اخد شويه سكر هنا وشويه قرفه بس.